من غير مفاجآت الجزائر والسنغال في النهائي في تكرار الماتش اللي جمع بينهم في المجموعات. اهلا بيكم في افريقيا عندنا على فيلجول.com. في البدايه وزي العادي بنختار افضل 11 ظهروا في السيمي فاينال. تحرس المرمى ألفريد جوميز حارس السنغال اللي صدر ركله جزاء من فرجاني ساسي حافظ على نظافه شباكه ضد تونس عشان يكون مان اوف ذا ماتش. في خط الدفاع معانا اسمين من منتخب الجزائر، مهدي زيفان الباك اليمين اللي لاعب بديل للمصاب يوسف عطال، لقى نفسه في اختبار صعب جدا في اول ماتش له ضد احمد موسى لكن ما خليناش نحس بخطورته تماما. جمال الدين بالعمري صاحب الخبره الكبيره اللي مش بس يستحق يكون افضل مدافع في السيمي فاينال، لا افضل مدافع في البطوله بفضل الاداء اللي بيقدمه من اول ماتش. شيخ كوياتي اللي بيواصل التالق في مركزه الجديد كمدافع مع منتخب السنغال قدم ماتش كبير وقضى على معظم الخطوره الهجوميه لمنتخب تونس. يوسف سابالي باك شمال منتخب السنغال اللي كان صاحب خطوره كبيره على مرمى تونس وحرمته العارضه من جول جميل جدا في الشوط الاول. في خط الوسط معانا ثلاث اسماء من منتخب الجزائر، عدلان قديوره الصخره اللي بتتحطم عليها فرص المنافسين وبيبتدي بنفسه بناء الهجمات. يوسف بليلي اللي بيقدم بطوله للتاريخ في مصر، بيتحرك في كل حته في الملعب، بيطلب الكوره وبيشكل خطوره على مرمى المنافسين وعامل ثنائي هايل مع بغداد بنجاح. اسماعيل بن ناصر اكتشاف البطوله اللي حرمه القائم من تسجيل هدف الفوز لمنتخب الجزائر لكن بنفسه حصل على ركله حره سجل منها محرز هدف التاهل. من منتخب السنغال معانا اسمين، ادريسا جاي اللي كالعاده موجود ضمن افضل 11 وقدم ماتش كبير ضد تونس وانقذه الفار من التسبب في ركله الجزاء كان ممكن منتخب تونس يسجل منها هدف التعادل. هنري سايفي رغم انه ضيع ضربه جزاء ضد تونس الا انه بنفسه تسبب في الهدف اللي سجله ديلان برون مدافع تونس في مرمى. في خط الهجوم رياض محرز نجم منتخب الجزائر اللي سجل هدف التاهل الثاني وكان سبب في الجول الاول اللي سجله ايكونج مدافع نيجيريا في مرمى، والحقيقه محدش غيره يستحق يبقى في اختياراتنا في الهجوم. افضل فريق بالطبع منتخب الجزائر، رغم انه كان خارج من حرب ضد كوت ديفوار امتدت لركلات الترجيح الا انه قدم اداء ممتاز ضد نيجيريا علشان ياكد احقيته للوصول للنهائي بفضل الاداء اللي بيقدمه من الماتش الاول، بيوصل للنهائي لاول مره من سنه 90. افضل لاعب رياض محرز سجل هدف التاهل للنهائي للجزائر وكان سبب في الجول الاول اللي سجله ايكونج في مرمى. مش بس كده، هو فرض شخصيته على اداء منتخب الجزائر وكان الابرز بالنجوم محاربي الصحراء في المباراه. دلوقتي محرز ضمن بشكل كبير المنافسه على جائزه افضل لاعب في افريقيا بعد ما وصل بمنتخب الجزائر للنهائي لاول مره من سنه 90 عشان يكمل موسمه المميز اللي توج بيه بثلاثيه محليه مع مانشستر سيتي. افضل هدف هدف رياض محرز في نيجيريا في الثانيه الاخيره من الماتش واللي ضمن بيه التاهل للجزائر، كان ممكن نختاره علشان ده الجول الوحيد اللي مش عكسي ولا من ضربه جزاء، لكن مش بس كده، جول رياض محرز جول حلو جدا من ركله حره نفذها بشكل ممتاز وفي الثانيه الاخيره علشان يزيد من حلاوه الجول. افضل مدرب اليو سيسي اللي تاهل كلاعب وقائد لمنتخب السنغال لنهائي كاس افريقيا ومونديال 2002 لاول مره في تاريخ السنغال، ودلوقتي كمدرب بيوصل لكاس العالم 2018 ونهائي كاس افريقيا لتاني مره في تاريخ السنغال. اليو سيسي تفوق على استاذه ألان جيريس مدرب تونس وقدر يحسن تاهله للنهائي. مفاجأة البطولة هي استمرار منتخب السنغال في إهدار ركلات الجزاء حتى بعد توقف ساديو ماني عن تنفيذها. هنري سايفي أهدر ركلة جزاء للسنغال بعد دقايق من إهدار تونس لركلة جزاء عن طريق فرجاني ساسي. ده بيفكرنا بالمشكلة اللي قابلت منتخب السنغال في نهائي كأس أفريقيا 2002 لما خسروا بركلات الترجيح من الكاميرون، ووقتها أيو سيسي أهدر ركلة الترجيح الأخيرة.